أهلا بكم مجددا في برنامجكم المفضل التحدي. لنحيي المتسابق التالي نينو. إذن يا نينو، أنت طالب ودي جي رائع. انظر للإسطوانة التي أحضرناها. معاقبة؟ لماذا؟ لننعش ذاكرتك مارينات. الاثنين صباحا تخلفت عن حصة الرياضة. كنت في قاعة المذاكرة. الجمعة غائبة من قاعة المذاكرة. كنت في حصة الرياضة. لم تكوني موجودة حيث يجب أن تكوني. الطريقة الوحيدة لمعرفة مكانك هي إبقاؤك هنا. ولكنني مدعوة. نينو صديقي، إنه يعتمد علي. التحدي الذي اختاره المشاهدون هو إحضار عمدة باريس أندري بورجوا للرقص. شكرا يا سيدي على المشاركة. ما فرص نينو للفوز؟ صفر. إني أمقت الرقص. آخر مرة قمت بالرقص مادنا كانت لا تزال طفلة. أعلم أن نينو صديقك، ولكن إلى أن ينتهي غيابك غير المبرر ستبقين معاقبة. حسنا. لا تلوميهم، كيف لهم أن يعرفوا أنك تنقذين العالم؟ أنا أعاقب دائماً لأنني بطلة خارقة سرية للغاية. هذا ليس عدلاً. ليس هكذا. مهلاً، لو ربح نينو الأسبوع القادم يمكنك حضور المسابقة. نعم، ولكن إدريان كان هناك اليوم. التحدي، يا له من مبدأ مهم. برنامج تلفزيوني بهذه المشاعر السلبية يمكن أن يتسبب في ألم مدمر. حقاً، كيف يمكنك أن تقولي هذا؟ عذراً، ولكنني أعذر والدك. أنت لا تتواجدين حيث تقولين، دوماً تغادرين فجأة. أكاد أشك أنك تعيشين حياتين. لا تضغطي علي، أنت سخيفة. فقط انتظر هنا رجاءً. لا بأس. فوز. نينو فاز في التحدي. لقد حركت رأسك مع الإيقاع أيها العمدة. هذا يعد رقصا. ماذا؟ ليس صحيحا. إن رقبتي كانت تحكني. ليس إلا حركة الرقبة على الإيقاع تعد رقصا. يا نينو تهانينا. الأسبوع القادم ستواجه تحديا آخر. والآن مع المتسابق التالي سايمون غريمو. رائع يا صديقي. غريمو، أنت مناوم مغناطيسي. أنت تستخدم الكروت لتنويم الناس لتأخذ منهم ما تريد. حسنا، نعم أنا مناوم، ولكن لا أستخدم موهبتي لأخذ شيء. حسنا، التحدي اليوم هو أن تستغل موهبتك في أن تجلب لنا النجم المشهور هنا في الاستوديو. حيوا معي ملك الموضة غابرييل أغريست. ما هذا البرنامج؟ لقد قيل لي إنها مقابلة. يا صاح، والدك. ها، هيا يا غريمو لنرى إن كان بإمكانك أن تحضر لنا أغريست بقوتك. قلت لك لا أستخدم. ها، منوم خجول. أليس هذا ظريفا يا غابرييل؟ أتمزح معي؟ برنامج مثير للشفقة مثل ضيفك. تتحكم بي أبدا. نعم، هذا والدي. يبدو أن مستر أغريست خذلك في التحدي. لقد خسرت. ولكن هذا ليس عدلا، لم أخذ فرصتي. نعم، الإهانة والغضب العناصر الرائعة لتحويل الخاسر لرابح. حلقي بعيداً أيتها الأكومة واجعليه شريراً.